تقتلوه وتحكي مثلي صايرة. ايه هيك انت علمتني. انا مرقعه تحت استديو. قلت انا اطلع يا زلمه الا مرحبا نتالو استقنيلك ما انا ما كنت شاون لانه وين كنت؟ كنت بفرنسا. رحت على فرنسا؟ ايه رحت عند شيراك. شو عملت؟ بكسر لي يومين ثلاثه هوليك ما نهار اثنين كان في عيد الواحد الثوره الفرنسيه. ايه 14 جويليه. ايه وعاملين احتفال هونيك ومعيدين ومدري شنه. دق لي شيراك على التليفون قال لي يوسف اذا بتجيش تعيد معنا هيدا الكرتون ما نفسه رح نقصه. يا ويلي. ما كانش يرضى. شو بحبها. بحب كتير بيعبدني مربي ربيان انا وياه. ونقعد رحنا عيدنا عنده بسطنا طلعنا كتير. والله. ايه بسطنا حلو كتير احتفال كان. عن جد. عملوا عرض عسكري نتالوشي بجنة. ايه مزبوط وقتها مرقوا كمان اسرع دبابة. مروا اسرع دبابة بالعالم. ايه. شفتيها؟ ايه. وش فكرك مين كان سيئة هيدي الدبابة؟ يوسف 2lay2el شخصيا. لا وايش نتلو لاش مين بيدرسوها غيري ما بسجل. ايه نتلو انا سقتها. يا ويلي. ايه ما هيدا شوفير الدبابة اساسا ايه؟ صاحبه الريمون كان معه بالمدرسة شفته انا ضليت رايح له بين هيك العساكر قلت له هيك ما بتعطيني دق قال لي افيش وقال قلت له ما بتعطيني دق تعمل ضرب شراك شرفك له قال لي تكرم عينك وجه يوسف نحن نفض لك طلب ايه طلعت بالدبابة معلمته بلشت فظع سريع نتلو هي أصلا من البلايمسي طلعت سريعة كتير واطلع على الدورتوار وانزل من دينمال وابعد ولبان صارت الطريق كلها زي حسود من الدولي بالدبابة يا ويلي شيراك جنة منو هيدا شوفير هيدا شي بطل عالمي بالسباقات هيدا منو هيدا ايه؟ ما عارف شو كيف جعل واخرت شي شكاية الدبابة هيك عجنب وطلعت وقفت على ظهر الدبابة وعيدت له شيراك بقى بس شيراك رد ما سمع لي شو شيراك طلعوا برم هيك له سوا قلت له هون هون ايه؟ انت مبسوط بحالك انك طويل لايك انا وانا واقف على الدبابه من فوق طلع فيي وضحك ضحك ضحك شيراك ضحك كثير من كل قلبه قال لي يوسف هيك مثل خاص سلمي ودمع عيونه قال لي يوسف انا قلت منك مش رح تجيش عندنا على العيد اليوم وركض وعطني نتالوه قدام الجماهير والعالم بلشت تزقف شو هيدا مشهد نتالوه في عالم بكيت في عيلة بكت نتلو كسر لي العين بس غامرني هلا مشتقني مشتقلك حرام ايه بسطنا بسطنا سألني على ريمون قلت له شحو على المريخ قال لي ايه مريخ قلت له ما مبسوطين امريكان طالعين على المريخ طلع لقي ريمون فجنوا داخل ويحبوا الريمون كانت حفلة حلوة هاد ما حضرنا استعراض قولي مترشني وخدت معي بيزة من هون حمص وكبي ونعي ومعرق مترشني أصدقائي اللي لك لك الدبابة اشي حلوة قال له دقلي لقمت الحمص ياكل حمص لك لك دقلي لقمت الكذا كيسك كيسك سكر انطفى شيراك هلك حرام جينا جينا كملنا سهرة هون سكرة على الروشة من فرنسا على الروشة جينا لهون كملنا سكرة بسطنا كان عيد كان عيد بسطنا بسطنا ضحكنا ضحك كثير كثير كانت حلوة كثير حلو ايه لا بسطنا كثير حلو وطنط بضيعة شو اخبارك غرزعتيني بدني لا تقوليش اسمها نتلو لا تقوليش اسمها يحرق دي بقى شي جلغة مش طيقة ولو كل مرة هيك حرام ولو بدك تضحكي نتلو ايه اضحكي ايه هش مين مانعك دي بك نتلو ده من جعد معك جد بدك تضحكي ايه بارحة كنت ماشي على الطريق هيك اول ما جيت من فرنسا طلعت واحد صاحبي صلي 23 سنة ماني شايفه ايه يوسف اش من تعمل هون توفيق كيفك مدرشنت بوسنا وقصص مدرشن قال لي يا اخوي زي يوسف يا عمي اش عملت انت اتجوز قلت له ايه واش قال لي كم مرة قلت له مرة واحدة لاش في اقل كيف كانت اذا في اقل انا بقبلين عارت هيك نضحك قلت له وانت اش عملت تجوز قال لي يا خي انا تجوزت مرتين والمرتين ما زبطتش ليه قلت له ليش قال لي اول مرة فلت وتاني مرة بقيت كيف كانت لك حفل الضحك صوتنا كتير لا يا امين قولي كان كيف بكيف بكون بارحة نتمشى انا وبضيعة بالضيعة ايه؟ لقيت واحد زلمي مارق معه اربع صبايا بناته ولاده يعني بنات حلوين ايه ولاده ايه حلوين كتير ايه؟ لقيت فيه قلت له العويفي قال لي اهلك وجه يوسف قلت له بتصرف لي هالمرة عن بضيعة بالصبايا اللي معك قال لي لك تكرم عينك من العين قبل العين بس اما عش ردلك كفاية ورديه ما كنت رمانا مارا اربع صبايا ما عدوا شهر عديه بك نتلو حكي حكي انت بدك طب ليش هيك المرة بتقول عنا طب ليه هي هيك طيب دي بقى شي جنغة نتلو بشعة وقبل ما خدتك انت بتجنن تبقى حلوة عيو امرس اشبوبيتها هيك بقى انا ايش زعدن معها هيك سمة نكرزة 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 اخرت شي تطلع من التيابة هي بنت نكرس تطلع من التيابة نتلو هي تطلع من التيابة انا كيف وانا بتقاش يعني بس من وقت ما هلا يعني ما بس كبرت هيك صارت مشعة وخاتي ريد ما عش ضغطنا معها بالخالص ليه؟ بتقوم تطلع من التيابة وكعمل صاير علي منك مشعة ايه هيك انت هلا رحت غلطتي وتجوز صاير عليكي
ليش؟ قال له ما شفت من مئة أشخاص ما بيها هذا. لا يا عم يوسف لا. عايش العايش لا أنا بنصح كل مواطن ابتعد عن النساء. ورقتي بك أنا تلوها ودي أنتو شر أنتو شر. شر لابد منه. ورقتي بك أنا تلو. طيب يلا وضع المشاهدين بعيدك على الغداء. بس أنت بتدفعي. مش مشكلة أنا بضيفك خلص ولو بتمون عم يوسف. يلا البتاع. كل حدث مهم وأنتو بخير. أنتو بخير. يلا حضر حالكم على راد لصيفية حامية. أكيد عم تسمعوا عن المهرجانات والحفلات والسهرات. لا إن شاء الله رح تكون كتير كتير حامية. حامية. ونحن بدورنا رح نواكبكم بكل هالنشاطات على قد إمكانياتنا وعلى عد قد على حد إيش عقلتنا. باي. مثل ما مبين بس بالإعلانات إن نشاطات بتبشر بصيفية حامية. أهم شيء مالتية مدح مهونيك. عرفت وين؟ وين؟ عرفت وين؟ كله منيح ما هيك؟ يلا باي. وين نتلو؟ مكونيك ما تبعتش من الأول ما تبعتش كل شيء مدح مهونيك. يلا تفكر.